السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هند أحمد من نود زون أكاديمي. إن شاء الله النهاردة هنستخدم أداة التريسر. أداة التريسر يعني معناها التتبع، بتعمل تتبع لـ أوبجكت ما. طيب تعالوا كده نجرب الأداة دي ونعمل منها تطبيق حاجة بالشكل ده. أولا أنا هنا هستخدم الإيميتر، تمام؟ هاجي من سيميوليت وأقول له بارتكلز وأقول له إيميتر. لو جينا كده وعملنا بلاي، طبعا الاميتر زي احنا ما عارفين احنا قلناه قبل كده، هي اداة بتستخدم بتظهر اوبجكت زي كده. طبعا انا مش حاطه هنا اوبجكت فبيظهر بدلها النقط او الخطوط دي. طبعا لو حاطين اي اوبجكت هنا بدلها تظهر بدل النقط دي، تمام؟ وبتتحرك في اتجاه معين، وليكن الاتجاه ده طبعا انا ممكن اغير الاتجاه بتاعها. ممكن يجي هنا ومن coordinates اقول له مثلا وليكن سالب 90 في الروتيشن، ولو جينا هنا تاني هنلاقي ايه الاتجاه بتاعها اتغير. طيب لحد كده جميل قوي. طيب انا ممكن اعمل تريسر ازاي على الاميتر؟ هاجي من موجراف، تمام، واقول له تريسر، وارجع كده تاني واعمل بلاي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ايه، عمل حاجة كده شبيهة بالخطوط، عمل خطوط، تمام. هو ده التريسر، يعني بيعمل ايه، تتبع للإميتر نفسه. الإميتر ماشي في الاتجاه ده فالتريسر هيمشي وراه في نفس الاتجاه فبيعمل لي الخطوط دي. طب هل انا ممكن اغير من شكل الخطوط دي؟ بدل ما تبقى خطوط ممكن تبقى شكل نجمة مثلا، او تظهر الخطوط دي بشكل ما. طبعا ده كده مش هيظهر في الريندر، جميل. فلازم احط هنا ايه، اوبجكت ما، علشان التريسر ياخد شكل، جميل. طيب اولا هدخل على الاميتر وعاوز اقلل العدد شويه، بدل ما اخليه، بدل ما هو 10 اخليه 5 في 5 كده، كويس جدا. طيب هاجي هنا بقى واقول لكم بدل ما يظهر في شكل خطوط اخليه مثلا وليكن على شكل ستار، نجمة، جميل. وهاجي هنا واصغر النجمة بتاعتي شوية، اصغرها كمان، والبوينتس بدل ما هم 8 ممكن اخليه 6، اصغر كده سنة بسيطة. طيب علشان تظهر النجمة والتريسر هاجي هنا واختار سويب، احنا خدنا سويب قبل كده، واحط الاثنين دول ستار والتريسر هنا، فيظهر هنا ايه، هيظهر التريسر بتاعنا اللي هو الخط اساسا، ولكن هياخد شكل ايه، النجمة. شكله بصراحة كده طبعا احلى من الاول، بس ايه، محتاج كمان شغل عن كده. طيب ممكن نعمل فيه ايه كمان؟ هندخل على السويب بتاعتنا، ننزل كده تحت شوية، وهنا عندي في الديتيلز في سكيل وفي روتيشن، ممكن اعمل تعديلات او اغير في السكيل بتاعه او الروتيشن عن طريق الايه، اللاين اللي هنا ده. ممكن اجي هنا في النص وايه، واحط نقطه عن طريق ايه، كليك وكنترول، كنترول وكليك. ممكن ايه، انزل ده كده شويه، معنى كده ان انا بصغر السكيل من البدايه، من نقطه البدايه، جميل. وانزل ده برضو شويه، برضو معناها ان انا بصغر السكيل من نقطه النهايه، هياخد طبعا الشكل ده. لو جينا نشوف كده، لو جينا كده نعمل بلاي من اول وجديد هنلاقي الشكل ده. ممكن كمان نختار، يعني اعتقد 7 كويس، حلو قوي. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ علشان شايفين هنا اللاينز او التريسر وهو طالع واخد ايه، يعني مش طالع كده ايه ستريت، واخد ايه كيرف، يعني ايه كانه عامل له روتيشن. طيب ده هنعمله ازاي؟ هنيجي على الاميتر وسيميوليت تاني من بارتيكلز، المره دي هنحط الروتيشن، جميل. لو جيت هنا
دوست بليه من اول وجديد، شفته مجرد ما عملت حطيت الروتيشن عمل روتيشن للإميتر. وطبعا انا متاح ليا ان انا ايه اغير برضو في اعدادات الروتيشن. هاجي هنا عند الروتيشن بتاعي وكوردينيت، ممكن اغير برضو ايه الروتيشن بتاعه، تمام، الاكسس بتاعته ممكن اخليها سالب 90 مثلا، شايفين شكله حلو جدا جدا. طيب لحد كده جميل قوي. ممكن كمان نزود ايه، ممكن نظبط الانجل بتاعته، الزاوية بتاعته، ممكن بدل ما هي 20 ممكن نخليها 50، حلو قوي قوي. انا شايفة ان ده كده حلو قوي، يعني كده يعتبر كبرت الزاوية بتاعته. في ايه كمان ممكن ادخل على الاميتر، السبيد لو هي قليلة احنا ممكن نزودها تبقى 300، شايفين كده الشكل بقى جميل جدا. طيب كده ناقص ايه؟ خلاص احنا يعتبر عملنا الشكل بتاعنا، نعمل له بقى خامة. ندخل على ingredient ونختار ألوان تكون حلوة شوية، دي درجة مثلا، ونختار درجة الأخضر دي حاجة بالشكل ده. وعاوزين نحط لها بيكمان علشان ونقلله كده شوية علشان تبقى فيه سنة ريفليكشن، ونحطها على السويب. ولو جينا كده نشوف في الرندر حلو جدا، تداخل الألوان مع بعضها جميل جدا. جينا عملنا كده جميل جدا. طيب لحد كده حلو، ممكن نعمل باك جراوند ونديلها لون فاتح سنة. دي كده، ده يعتبر كده نظرة عامة على التريسر. طبعا انا التريسر ده انا ممكن اطلع منه اشكال كتيرة جدا، مثلا شايفين الشكل ده، انا ممكن اخد زاوية بالشكل ده، شايفين ده مثلا شكل لوك، ممكن اخده كاستيل فريم انا بعد كده، ممكن اخد ده كاستيل فريم مثلا، شكله جميل جدا جدا. ممكن اعمله كمان حركة للكاميرا، ممكن اعمل زوم اوت كده وبعد كده اعمله زوم ان بالشكل ده. ممكن اعمل ايه كمان، ممكن واثناء التريسر ده بيطلع بالشكل ده، ممكن اعمل له ايه، ارجع كده بس شوية، ممكن اخليه وهو طالع كده يطلع منه وليكن لوجو، يطلع منه كلمة وهكذا. ممكن نعمل العكس، نيجي هنا من الأول كده مثلا، وبرضو نعمل له زوم ان، واحنا بنعمل زوم ان كده بالشكل ده يظهر هنا في الآخر اللوجو أو كلمة معينة. أتمنى يكون الدرس عجبكم إن شاء الله، ومنتظرة تطبيقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.